مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، برحب بحضراتكم من أمام مدرسة الهرمون الإعدادية بنين بالدقي أمام لجان الثانوية العامة. معانا ولي أمر طالب في الثانوية العامة، طبعا بتشتكي من قرار قطع الكهرباء 3 ساعات. برحب بك على جريدة أهل مصر، احكي لي تفضل. والله احنا يعني في حالة لا يرثى لها، موضوع قطع الكهرباء زاد عن حده قوي. يعني ايه كهرباء تقطع في اليوم 3 4 مرات؟ انت بتقطعها، قلنا ماشي اقطعها الساعتين بتوعك كفايه قوي، بس احنا دلوقتي في امتحانات ثانويه عامه. يعني ايه تقطع لي كهرباء ساعتين كل 4 ساعات ساعتين؟ هي قطعت امبارح 3 مرات؟ 3 مرات، المره الاولانيه من الساعه 4 جت الساعه 6، ومن بعد كده قطعت من الساعه 8 جت الساعه 10، ورجع بعد كده قطعها لنا من الساعه 2 بالليل جت الساعه 3:30. انت ليه بتعملوا كده؟ احنا مطبقين من امبارح صاحيين، عندنا امتحان وصاحيين عندنا امتحان. اللي بيحصل ده ما ينفعش، مفيش ربنا. طب ابنك بيذاكر ازاي؟ احنا بنذاكر على التليفون، يعني احنا بنذاكر اونلاين؟ بنذاكر اونلاين. احنا هنعمل ايه؟ مفيش مراجعات. السناتر قالت مفيش مراجعات عشان النور بيقطع كل شويه، لان هم شغالين على البورد، على السمارت بورد. انت هتشتغل ازاي؟ بيراجعوا اونلاين طبعا. بنراجع اونلاين، حتى الاونلاين مش عارفين نراجعه بسبب قطعان النور. سبب نشحن الموبايلات، هنشحن بقى عشان الموبايلات، ولا ندفع حق الاونلاين، ولا ندفع لك حق الكهرباء اللي كل شويه بتزودها عليهم. خلاص بتزودي الكهرباء، بطل تقطعها يا حبيبي. المفروض ان القرار قطع 3 ساعات بس، مش 3 مرات في اليوم. لا، هو اللي حافظهم بقى مش فاهم، يعني هو حافظ مش فاهم، واللي حافظهم مش فاهمين. يعني اوريدي ارحمونا شويه، يعني احنا كفايه علينا مراسم الثانويه العامه، كفايه علينا قوي وش الثانويه العامه. طبعا ابنك حالته النفسيه صعبه بسبب الموضوع ده. انا صاحي من امبارح، يعني ايه طالب يبقى رايح الامتحان يبقى صاحي مطبق عشان يذاكر؟ مطبق من امبارح عشان يذاكر، لما عرفش يذاكر امبارح في حر قطعان نور ومش هيبقى فيه تركيز، خش يعمل ايه في الامتحان؟ يعني دوت مستقبل طالب، المفروض ده تحديد مصير عشان يدخل كليه عدله، لان احنا مش عارفين ندخل كليه عدله. يعني كفايه علينا اللي احنا بيحصل لنا بعد انتهاء الثانويه العامه. هل بيشتكي لك ان الكهرباء بتقطع عليهم برضو جوه اللجنه ولا لا؟ لا، هو ما حصلش، لان احنا طبعا بالنهار فمش هيتبين قوي ان في اضعان في اللجنه، لان النهار بيبقى الدنيا منوره. بس الجو بيبقى حر عليهم. هو الجو بيبقى حر، بس يعني في المدارس وبرضه يعني في المدارس بيقطع الكهرباء، الكهرباء بتقطع في المدارس. يعني احنا كنا في المدرسه اللي انا كنت فيها، فكان في امتحان من الامتحانات، في امتحانات اللي هي اخر الترم، قطع عليهم الكهرباء. طب ليه؟ ما انت عارف ان احنا في امتحانات. طب انت من وجهه نظرك شايفه ايه الحل؟ لا، الحل بقى ان يجيبوا لنا حد عاقل شويه يفكر، يعني كفايانا بقى هل يحل المشكله دي، لان دي ازمه كبيره. هو ما بيحلش للاسف الشديد، مفيش حل. هو الحل بدل البشر اللي زينا احنا، عشان خاطر الناس التانيين هم اللي يعيشوا. هو مش هيقدر، هو وزير الكهرباء هيقدر يعيش من غير كهرباء؟ هيقدر يعيش في الحر اللي احنا فيه ده؟ لا، ما يقدرش. هات لي كده كومباوند تقطع عليه الكهرباء. حضرتك احنا بندفع ضرايب، بندفع كهرباء، بندفع، عمال تخلي كهرباء. ان يعني الدول الثانيه غلت مره واحده بس، بقى لها بتاع يعني احنا بقى لنا 10 سنين دلوقتي، كل سنه كل كام شهر بيغلي. انت ما بتديناش فرصه، هنلاقيها منين ولا منين؟ يعني ارحمنا شويه. كلمينا عن ابنك، طالب في الثانويه العامه، ادبي ولا علمي؟ ابني علم علوم. النهارده امتحان الفرنساوي، وربنا يسترها في علينا امتحان العربي واللي حصل فيه. الله اعلم امتحان الفرنساوي العبقري اللي حاطه النهارده هيبقى عامل ازاي. احنا بنراعي ان العباقره بقوا كتير قوي في البلد، فبيحطوا لنا امتحانات. يعني يا ريت اللي عنده اللي بيحط الامتحان ده يكون عنده ضمير شويه، يعني راعي الحته دي، خلي عندك ضمير وانت بتحط الامتحان. يعني كفايه قوي قوي الطالب اللي بيشوفه طول السنه. احنا بنذاكر 12 يعني 12 شهر، ما بنذاكرش 8 شهور زي الناس العاديه. السنه طبعا تقيله عليهم، سنه جامده وتقيله، واحنا بنجيب الامتحانات من اول السنه. ويا ريتك حتى تجيب لهم يعني حاجه خفيفه تخف شويه عليهم، تدفع على الطلبه. عمل ايه في امتحان العربي؟ والله هو حل على قد ما قدر، على قد ما قدر. امتحان الجهبذه اللي حصل في العربي والكلام اللي حاطينه في العربي، لا مش امتحان، مش امتحان. النحو طبعا كان صعب جدا. المدرسين نفسهم فيهم مدرسين ما كانوش عارفين يحلوا. يعني ايه اللي هقول لحضرتك؟ النبي ايه اللي بيحطوه ده؟ يعني راعي، حط لنا من المنهج، الله يبارك لك، بلاش الافتكاس. انتوا كنت شايفه ان الامتحان من بره المنهج؟ كان في حاجات من بره المنهج. هو امتحان النحو بيعتمد على تفكير الطالب، يعني المفروض ان هو يشغل دماغه. الطالب يفكر امتى والنور قطع؟
ايه؟ هيخلي الطالب يفكر امتى والنور بيقطع. والنور بيقطع يعني الطالب ما بيعرفش يذاكر اصلا. بيذاكر ازاي؟ بيذاكر ازاي في الحر اللي احنا فيه؟ احنا في نار جهنم. ده ربنا عمال يدينا يعني حاجات عشان يقول ايه يا رب احنا يعني ربنا يساعدنا على اللي احنا فيه. يعني درجة الحرارة طبعا صعبة. احنا في نار جهنم. يعني ربنا بيقول لكم يا جماعة اهو انا موجود، اتقوا شوية، اتقوا بالناس شوية. مفيش. طب عايزين دعوة لطلاب الثانوية العامة ولابنك طبعا ان هو. والله انا بدعي دعوة اللي هي على طول اللهم يسر ما بين ايديهم وربنا يحفظهم وربنا يسهل الصعب. امين يا رب. اكتر دعوة بنقولها ربنا يسهل الصعب. امين يا رب. يعني دي اكتر دعوة وكل اولياء الامور يدعوها، يعني ربنا ييسر الصعب دي. يعني دعوة حلوة جدا لربنا وييسر لهم امورهم ويسترها عليهم ويخفف عليهم اللي جان شوية. امين. بشكرك جدا. شكرا جزيلا.